الامارات. الان نذهب مباشره مشاهدينا الكرام الى المغرب الذي يواصل مساعيه لاستضافه مونديال 2026. المستجدات الاخيره حول ابرز ردود الافعال عقب زياره وفد الفيفا نرصدها في التقرير التالي. المغرب يواصل سعيه للحصول على شرف تنظيم مونديال 2026. انتهت زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم وسط تفاؤل مغربي كبير. المغرب أجاب بشكل صريح على تساؤلات فريق التفتيش ليفتح المغرب صفحة جديدة وتطلعات كبيرة للوصول لمحطة التصويت الحاسمة. Nous avons eu des moments intenses d'échange extrêmement sur des sujets extrêmement précis, extrêmement pointus, avec une satisfaction réciproque. Nous avons recueilli les appréciations des membres de la task force qui sont satisfaits de leur visite au Maroc. الإعلام المغربي يواصل رصد ردود الأفعال بعد انتهاء زيارة لجنة التفتيش، زيارة عبر مدن مغربية عديدة احتضنت مسابقات قارية ودولية. لجنة التفتيش تمتلك سلطة كبيرة قد تقصي المغرب من سباق الفوز بشرف تنظيم المونديال. كان دائما حديث على أن هذه اللجنة أنشئت من أجل عرقلة الملف المغربي، خصوصا أنها لجنة يعني لديها يعني صلاحيات كبيرة جدا. هي ستعيد التقرير، وعلى ضوء هذا التقرير يمكن أن تمر إلى مرحلة التصويت أو لا تمر، بمعنى أنها لجنة أكبر لديها صلاحيات، ربما أكبر من صلاحيات يعني اللجنة التنفيذية التي كانت في عهد سيب جوزيف بلاتير. الإيجابي أن المغرب لأول مرة كتلقى دولة كتقول الفيفا كفى درتي لنا هذه الإجراءات والآن كتراجع عليها. ثانيا هذا الطابع ديال هذه اللجنة النقاش فيه ماشي دور استشاري وخليت الصلاحية للجمعية العمومية، بالعكس أعطاوها طابع إقصائي، تنقيد ديالها ممكن يقصك ما توصلش للتصويت. هذا هو الخلاف اللي كاين الآن بين المغرب ولا فيفا. على بعد شهر ونصف من موعد التصويت، المغرب يواصل مساعيه بحثا عن تأييد دولي لحلم انطلق قبل عقود عديدة. اسم عرش بين سبورتس، الدار البيضاء. إذن قبل شهر ونصف من موعد التصويت، المغرب لا تزال تواصل مساعيها لاستضافة هذا العرس الكروي. دعونا نقرأ هذا العنوان عبر صحيفة المنتخب المغربية. الصحافة الأمريكية تواصل تحذيرها من المغرب 2026. وذكرت صحيفة المنتخب، ذكرت بأنه الصحافة الأمريكية ترسم مزيد من دوائر القلق حول حظوظ الملف الأمريكي الشمالي في الضفة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 بسبب ما قالت أنها نقاط كبيرة ربحها الملف المغربي. هل هناك فعلا قلق من الملف المغربي برأيك كابتن حسام؟ والله نتمنى، يعني هذا دليل أن ملف المغرب ثقيل وفيه أشياء غير موجودة في الملف الأمريكي، واحنا نتمناه، احنا كعرب ما نتمناوش اكثر من هذا. صحيح. انا اول شيء المغرب يكون ملفها صحيح وفعليا ملف ثقيل، وثاني شيء وانا هذا اللي خايف منه، لان انا متاكد بنسبه 99% الملابسه لن تكون شريفه. شهدنا احنا انك تجيك قبل ساعتين من الملف وتعطي بنود اخرى او اشياء اخرى لما يكون ينتظرها الملف المغربي، و اختيار قائمة تابعين للفيفا اللي هما يختاروا البلد المنظم، ليس بتصويت كل البلدان والقائمة هذه تابعة للفيفا. والفيفا رئيس المغرب. الفيفا كان واضح يريد أو يميل إلى الملف الأمريكي، أظن أن الأمور صعبة. لكن احنا هناك دعم كبير للملف المغربي كابتن حسام، نقول لك حتى صراحة من دول فرنسية أو دول أوروبية. فرنسا دعم على الأقل أعلنت رسميا فرنسا صحيح انها ستصوت للمغرب. انا اللي متخوف منه هو الدول العربيه، البلدان العربيه هي اللي متخوف منها، مش متخوف من البلدان الاوروبيه. ان شاء الله يا رب. تفضل كابتن. انا اعتقد ان خساره الملف الامريكي في 2022
مع قطر اللي ربما أصبح نوع من الهاجس الآن للأمريكان بأنهم سيخسرون أيضا من دولة عربية، إن كانت يعني هذه كنظرة حقيقية، ألا إذا كانت هم لهم قراءات أخرى ومآرب أخرى لا ندري عنها. إن شاء الله يتقبل الغرب يعني تواجد مونديال في قطر 2022 وبعدها يتواجد في المغرب 2026. الأمر فيهم حالة يمكن. أمر صح لدى بس البعض. هذه قارة وذيك قارة ثانية يعني. صحيح لكن عربي عربي. على كل حال تمنياتنا بالتوفيق للمغرب في رحلتها طبعا لاستضافة مونديال 2026 من المغرب. نطلب بكم مشاهدينا الكرام مباشرة إلى الجزائر.